اهلا، معكم ساره سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن الثقه في النفس. تمام، قبل ما ابدا الفيديو بحب اشكر المشتركين كلهم الجداد، علشان انا وصلت ل 2000 مشترك. انا كنت 8 مشتركين، دلوقتي انا وصلت ل 2000 مشترك الحمد لله. بشكركم واحد واحد. نخش بقى في الموضوع وهو عدم الثقه في النفس. انا النهارده عايزه اتكلم معاكم في الثقه في النفس عموما، وعايزه اقول لكم ان الثقه في النفس ملهاش علاقه خالص بالشكل. ممكن يكون واحده اموره قوي بس ما عندهاش ثقه في نفسها، والعكس صحيح. فانا النهارده هتكلم معاكم عن تجربتي انا كساره، يعني هقول لكم انا كنت مش واثقه في نفسي وحليت المشكله دي ازاي. علشان لو انا كنت لسه مش واثقه في نفسي، ما كنتش طلعت على القناه وعملت قناه وبقيت اطلع لكم بشكل بجميع حالاته، وانا تعبانه وانا فرحانه وانا زعلانه وانا مش قادره اتكلم. فالحمد لله ان انا بقيت واثقه في نفسي، وانا هقول لكم ازاي. ماشي، اولا كده عايزين نعرف انت ازاي تعرف ان انت مش واثقه في نفسك. يعني انا مثلا انا واحده عاديه اهو، ازاي عرفت ان انا مش واثقه في نفسي؟ انا هقول لكم، كانت اي كلمه سلبيه تتقال لي، كلمه مش كويسه، كانت بتاثر فيا جدا وبصدقها. يعني مثلا اضحك واحد يقول لي بصي ضحكتك وحشه ما تبينيش سنانك تاني، فخلاص انا اصدق ومبقاش واثقه في نفسي. يعني لو في نقطه وبص النكته بتموتني من الضحك، تلاقيني عامله كده بضحك، يعني ايديا دي كانت على طول محطوطه على بقي كده. ماشي، دي اول نقطه. في حاجات كتيره بقى، يعني في كل في يعني اللي بيقول طاقه سلبيه دي او كلمه سلبيه بيسال على حاجات كتير، على كل الافعال اللي قدامه. تاني حاجه عرفت برده ان انا مش واثقه في نفسي، ان انا ما كانش ليا اصحاب كتير وانا صغيره. يعني كنت بروح اقول لماما كل شويه، اقول لماما ايه يا ماما انا ماليش اصحاب، كنت انطوائيه جدا. مع اني كنت بقعد ابص للناس اللي عندهم اصحاب، بقعد اقول نفسي ابقى زيهم، بس هيصاحبوني انا ليه؟ يعني ما هو انا اصلا، يعني انا ايه اصلا، يعني هيصاحبوني ليه؟ حتى لو صاحبوني ممكن يخلوني اشيل لهم الشنط او حاجه، ما ده عدم ثقه في النفس طبعا. كانت ماما تقعد تقولي لما تكبري هيبقى ليكي اصحاب، كنت بحس ان هي بتقول نكته بجد، كنت بحس ان هي بتقول كلام مش حقيقي. انا دلوقتي عندي اصحاب وعندي مشتركين وعندي ناس بحبهم ومعارف، والحمد لله يعني عندي ناس كتير. وبعد كده تالت نقطه عندي، ان انا كنت اقعد اقول ايه انا ليه عيني ما طلعتش خضراء، ليه ما طلعتش بيضه، ليه ما طلعتش شعر اصفر. وما كنتش مقتنعه نهائي بالملامح اللي عندي، وبشكر ربنا عليها الحمد لله. طبعا ده عدم ثقه في النفس. كنت اقعد ابص في العيوب اللي فيا بس، يعني مثلا انا شاطره في ماده وبريده في ماده، يبقى انا فاشله عشان بريده في الماده دي. ما مش لازم احب المواد دي كلها اصلا، ممكن ابقى انا هويتي في حاجات معينه. يعني اكتشفت في الاخر ان انا بحب الحاجات العمليه، ما بحبش الحسابات. فدي ده برضو عدم ثقه في النفس. عرفت ان انا مش واثقه في نفسي لما دخلت اولى جامعه، وكنت بحط طبقات مكياج على وشي عشان ابيض نفسي. يعني كنت قاعده احط مكياج كتير مكياج كتير، يا سلام بقى لما بنسى ان انا حاطه ايلاينر ومكياج، او مثلا دعك عيني، عارفين كانه واخده بنيه في وشي، كل ده بقى يبقى الوان. ده برضو عدم ثقه في النفس، عشان انا كنت بغطي ملامح وشي اساسا وكل حاجه. دي لمحات من عدم الثقه في النفس، انت تعرفي انت مش واثقه في نفسك. في حاجه مهمه جدا، لما تخلي غيرك يعمل لك حاجتك، عدم تحمل المسؤوليه. يعني مثلا انت عايزه اسهل حاجه، انت عايزه تخشي تجيبي سندوتش من الكانتين او تجيبي سندوتش من المطعم، وتقولي لصاحبتك خشي هاتي لي انت عشان انا ما بفهموش. لا، انت لو واثقه في نفسك هتقولي له فهمني. ده برضو عدم الثقه في النفس، ان انت تبقي ماشيه في مول واسع وفي ناس كتير او محل زحمه وما تقدريش تخشي، ده برضو عدم الثقه في النفس. كل ده كان بيحصل لي انا، عشان كده انا عارفه بقول لكم حاجات انا كنت بحسها، واكتشفت ان ده عدم الثقه في النفس. تعالى بقى اقول لكم انا حليتها ازاي. مامتي وانا صغيره لما لقيت ان انا هي حاسه ان انا ما عنديش ثقه في نفسي شويه، وكانت مامتي احلى مني، فلما حد يجي يقابلها يقول انت بنتك عامله كده ليه، شكلها عامل كده ليه، فاهمين؟ فانا كنت طبعا مامتي يعني هتزعل عليا اكتر مني، فماما كانت بتسكت طول. دي صار عسل، دي صار عسل، عارفين اللي هو ايه، القرد في عينه غزال. انا بقى كنت حاطه في دماغي كده. المهم بعد كده جيت في مره كده ماما لقيتني ان انا مش واثقه في نفسي خالص. بقى لما كبرت كنت في ثالثه ثانوي وداخله جامعه خلاص، يعني داخله كليه. فماما جت قالت لي ايه، بصي يا بنتي، ممكن تكون واحده نسبه جمالها 50% وتبقى واثقه في نفسها، تبقى نسبه جمالها تعدي 100%. يعني تحسس الناس اللي حواليها ان هي حلوه قوي. وحكيت لي قصه، القصه دي كانت عباره عن ايه، ان هي كانت راحت فرح معزومه فيه، كان في ايطاليا،
والفرح ده كان العريس بقى ايه امور قوي، فهي كانت مستنيه بقى تشوف عروسته، اكيد عروسته دي هتبقى مبهره من الجمال، شعر بقى طويل قوي رابنزل قدامها وبقى ايه قمه في الجمال. راحت لقيت بنت كانت قصه شعرها خالص، هي بتحكي لي وانا شفت صوره البنت دي و صغنونه كده. فماما قالت ايه، ماما كانت بقى شافتها في الصوره بس، يعني هي قال لها دي صوره خطيبتي اللي انا هتجوزها، وكان فرحان بيها جدا ويقول لها دي احلى واحده في حياتي، وكان فرحان بيها جدا بجد. فالمهم بقى ايه، ماما بقت ايه تقول ازاي ده يتجوز دي، يعني ما هي هو احلى منها وبتاع. وماما ايه راحت الفرح وخلاص عشان ايه تاكل طبق الجاتوه وتشرب ازازه البيبسي وخلاص. المهم ان هي إيه بتقول لي، انا اول ما دخلت الفرح وشفت العروسه بتقول انا حبيتها من اول نظره. ليه بقى؟ العروسه كانت فارده ظهرها، كانت بتضحك، ماما تقول لي ضحكتها دي بقى كانت حلوه جدا، تقول لي ضحكتها دي كانت حلوه قوي، وتقول لي البنت في الطبيعه بقى واثقه في نفسها جدا، فطبعا الناس كلها منبهره بيها. فماما من ساعتها قالت لي مش بالجمال خالص، ما هي واحده عاديه وهي واثقه في نفسها، هي خلتني اقول عليها ان هي حلوه قوي بجد، ده العريس اللي طلع وحش مش هي اللي طلعت وحشه. طبعا احنا مالناش حق ان احنا نقول ده حلو وده وحش، عشان ما فيش كتاب مكتوب تفاصيل الحلو ايه وتفاصيل الوحش ايه، بس احنا بنقول اذواق كيمياء، يعني ممكن واحد يعجب بيا والتاني يقول الوحشه، وانا كذلك ممكن واحده مثلا تحب تصاحبني والتانيه تقولي دي رخمه قوي وتنحى واستايلها مش استايل ومش هتكلمها، فهي بتبقى اذواق. لكن احنا في الاول وفي الاخر ما ينفعش نقول راينا ولا بالحلو ولا بالوحش. فانا ساعتها استوقفني حاجه كده، قالت لي يا بنتي بصي، انت لو انت مش واثقه في نفسك انت هتبقي شكلك وحش قوي، هتوحشي قدام نفسك وقدام الناس، خليكي واثقه في نفسك يا ساره علشان تعرفي تعيشي، والناس لما يلاقوكي واثقه في نفسك هيقولوا ايه ده البنت دي، وهيعجبي بيكي قوي وهيصاحبوكي، وهتبقي واثقه في نفسك بقى في الناس كلها تنبهر بيكي. طبعا انا ما بحبش ابقى مركز ان انا الناس تبص لي وانظار والكلام ده، بس ببقى عايزه الناس تحترمني بس، يعني ده اكتر حاجه، ما مشيش كده الاقي نفسي بتهزق وخلاص. فانا فكرت في الموضوع ده قلت صح، طب ازاي بقى ابقى واثقه في نفسي؟ انا بقى هقول لكم. اول حاجه ما قارنتش نفسي بحد بتاتا، من اول ما انا قلت انا مش هبقى قدمت ثقه في نفسي. ما هو احنا مش هنصحى من النوم نقول ده انا خلاص بقيت واثقه في نفسي وهطلع بقى ايه من باب الشقه على الكتوم، من باب الشقه على الصور، من باب الشقه على الشارع كده واعيش حياتي وابقى واثقه في نفسي من اول لحظه. لا، في تدريبات احنا بنعملها عشان نبقى واثقين في نفسنا، بس انا عملت تدريبات عشان انا كنت متحمسه فعملتها. اول حاجه ان انا ما قارنتش نفسي ولا بحلو ولا بوحش، ما قارنتش، يعني شفت مثلا واحده اعجبت بيها اقول الله بسم الله ما شاء الله دي جميله، بس ما قارنتش نفسي بيها واقول ايه ده انا نفسي ابقى شكلها، نفسي البس لبسها، نفسي اتكلم طريقه كلامها، نهائيا ما بقتش بقارن نفسي باي حد. الكلام ده من 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 شوفوا بقى من سنه كام، من 2011 او من 2010، من ايام ثانويه عامه، خلاص قلت انا مش هتكلم في الموضوع ده تاني ومش هقارن نفسي بحد. تاني حاجة عملتها ان انا مبقتش اسمع اراء حد فيا، لو حد قال لي انت وحشة هبص له وكاني مش سامعة، لو حد قال لي انت حلوة هبص له برضه مش هبقى سامعة، لان لو انا واثقة في نفسي والاحساس ده طالع لي من جوايا مش هفرح لما حد يقول انت حلوة، اه لا انا حلوة بجد، ومش هزعل لو حد قال لي انت وحشة، انا اللي فيا هو اللي فيا، تفكيري مش هيتغير. يعني دلوقتي لو حد قال لي ايه ساره انت على فكره اموره قوي، ببتسم اقول شكرا، بفرح انا عشان هو شافني كويسه، وبفرح ان هو ما يعني ما قالش دي البت دي تنحى وكده، بفرح عشان كده، بفرح ان هو القبول تقبلني واقول الحمد لله، بس مش بفرح عشان انا بقى ايه مستنيه الكلمه دي عشان ادي ثقه في نفسي، فاهمين؟ ولو حد جه قال لي انت وحشه هقول له انا ما خدتش رايك اصلا، انا خدت رايك قلت لك انت انا وحشه ولا حلوه، انت في ايه؟ وفي الاخر خالص بكتشف ان لو حد جه قال لك انت وحشه او انت ايه اللبس المعفن اللي انت لابساه ده، هو اصلا انسان بيبقى من جواه مش واثق في نفسه خالص وعايز يقلل من اللي قدامه عشان هو يعلى عليه. ده اللي انا خدت بالي منه مؤخرا، ان انا لو انا واثقه في نفسي وشايفه حد واثق في نفسه اعلى مني، فانا عايز اقلل من الدرجه منه، فلازم ايه اذيه باي كلام سلبي وخلاص. طبعا ده حاجه غلط جدا. المهم ان احنا ما نتاثرش بكلام حد سلبي او ايجابي. هنتكلم بقى في قصه الايجابي دي قدام شويه عشان عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا عليها. تالت حاجة ان احنا ننمي نفسنا، ويعني نحس ان احنا عندنا كده حاجة ننمي فيها نفسنا من كل حاجة. ما قلتلكيش مثلا اجري عشان تاخدي جائزة نوبل او حاجة، لا، يعني طوري من نفسك من اقل حاجة، يعني انت مثلا ان شاء الله حتى ترتبي سريرك، ان شاء الله حتى تقري اي حاجة. انا طورت من نفسي، طورت من نفسي ازاي؟
ان لما انا دخلت الكليه كنت هفشل في اول سنه واسقط، كنت خلاص على الحروكروك يعني. المهم ليه؟ لان انا كنت بكره التاريخ. بعد كده اكتشفت اصلا انا دخلت كليه التاريخ دي، انا اصلا كنت علم علوم، وايه بعد كده دخلت حاجه اسمها علم متقدم، فبعد كده تنسيقي جابني ان انا اخش اداب تاريخ، حاجه انا ما درستهاش اصلا. فالمهم انا بقى كنت بعيط بالدموع واقعد اقول انا مش عايزه اخش تاريخ، انا بكرهه ومش عارفه. في اول سنه دي بجد سمعت للناس بقى، سمعت اراء الناس دي صعبه جدا، وكنت بسال بقى ايه طبعا الاعتقاد المتخلف بتاعنا ان انت اسالي اللي اكبر منك، ما تسالش حد اكبر منك، لان هو يعمل عليكي فيلسوف وهيقول لك ايه ده ماده صعبه قوي، ده انا عدتها معجزه، بيعمل نفسه بقى ان هو اذكى الاذكياء وعدها وانت غبيه. فانا كنت بسمع للناس عشان طبعا كنتش واثقه في نفسي، واسمع للناس، فطبعا ما كنتش بذاكر، فطبعا جبت مادتين والتالتة رافع وحوارات كده، وعديت على الحروكروك يعني، عديت كده ايه بدوع الوالدين بجد. بعد كده انا اكتشفت ان انا بحب التاريخ قوي، وبحب زي حواس جدا، واقعد اتفرج لحد دلوقتي وانا كبيره كده، بقعد اتفرج على الحاجات التاريخيه واقعد اقراها وبجد هو شغفي هو التاريخ يعني. انا حسيت ان انا بجد انا بحب التاريخ، بس عشان سمعت كلام ناس عرفت ان انا كانت هويتي اصلا راحت، انا ما كنتش عارفه انا بحب ايه. ولما حبيتها طورت من نفسي سنه تانية بقى، حصل لي ظرف كده، دروب بابايا توفى، فحسيت خلاص بقى يعني مش موت وخراب ديار يعني. بابايا كان توفى قبل الامتحان باسبوع، قلت لو انا سقطت انا خلاص الدنيا هتتقلب معايا ومع مامتي، فهي مامتي مش ناقصه. فقعدت اذاكر وادي لنفسي حماس، لا انا بحب التاريخ، ونجحت وجبت جيد، او جبت جيد جدا كمان، وامتحنت بقى المواد اللي كانت عليا وعملت كل اللي عليا، وفي الاخر انا كنت انتساب، اتحولت انتظام كده، انا طورت من نفسي، بقيت عندي ثقه في نفسي ان انا طورت من نفسي. انت ممكن تطوري في نفسك من اي حاجه، شوفوا القناه بتاعتي، اول فيديو انا عملته شوفوه، واخر فيديو دلوقتي. ما بشكرش في نفسي قوي، بس ايه بطور من نفسي واحده واحده يعني، بتعلم حاجه حاجه واطور من نفسي. ما ينفعش ابقى على نفس الخطوه ونفس الاداء يعني، لازم نطور من نفسنا، لازم نتعلم. في تتعلمي اي حاجه، شوفي انت بتحبي ايه وتعلميها. انت عارفه لو انت قاعده في جلسه مثلا، او في مثلا اجتماع عائلي، او انتوا قاعدين بتهزروا الكلام ده، وقلت معلومه مثلا، هما بيتكلموا في حاجه مهمه وانت كنت عارفه المعلومه دي، قريتيها مثلا بالصدفه معلومه عامه وقلتيها، والناس قالوا ده، انت هتحسي ان انت طايره من الفرح، انت بقى ايه فيلسوفه، وهتحسي ان انت واثقه في نفسك قوي وماشيه فرضه ظهرك بقى كده، انا ايه ده انا قلت اللي ما يتقالش. جربي اعملي كده وهتعرفي انت واثقه في نفسك قد ايه. في برضو حاجه المفروض تبقى واثقه في نفسك فيها، بطريقه ان انت تهتمي بنفسك، تهتمي بنفسك بقى في اللبس وفي المكياج، هتكلم معاكم في الموضوع ده، وفي المشيه وفي كل حاجه. تهتمي بنفسك عشان نفسك، مش عشان الناس تشكر فيكي. تهتمي بنفسك ازاي؟ تختاري لبسك عشان يليق عليكي، ما تقلديش لبس حد غير لما يكون الحد ده شبهك او في نفس عيوب جسمك. كلنا فينا عيوب، انا في عيوب في جسمي مثلا بغطيها، مثلا ما تكونش حد عنده كرش ويلبس استريتش، ما هو الكرش هيبان، فانت كده الناس هتبص على كرشك، فانت مش هتبقى واثقه في نفسك وانت ماشيه. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ انا بتكلم عموما، انا بتكلم بجد. فاحنا بنلبس اللبس اللي يغطي عيوب جسمنا، او نصلح عيوب جسمنا ان احنا نلعب رياضه وكده، ونلبس اللبس اللي بيليق علينا. ده اول نقطه. تاني نقطه المكياج، بنحط حاجات بسيطه جدا اللي هو يا دوب تحدد الملامح بتاعتنا، مش هلاقي بقى تحطي ايه كريم اساس وبودره وكريم اساس تاني وكونسيلر وايلاينر وفوق ايه كحل وفوق ايه ماسكاره وفوق ايه الماسكاره التانيه اللي بتثبت وفوق ايه روجوجو وتنت وروج، خمس طبقات روج. انت كده مش انتي، انت كده غيرتي ملامح وشك، فانت كده مش انتي. انا والله العظيم في ناس بتبقى مش عندها ثقه في نفسها، بتحطي مكياج كتير جدا بيبقى شكلها وحش اصلا، ولما بتمسح المكياج بتبقى شكلها حلو، بس عشان هي ما عندهاش ثقه في نفسها فهي بتغطي نفسها. في ناس بتبقى مش عندها ثقه في نفسها، بيقعدوا لابسين نظارات شمس كبيره عشان يغطوا شكلهم، ويبقوا ماشيين مش عارفين يبصوا في عيون الناس، دي عندهم ثقه في النفس. فانت عشان تعملي تبقي واثقه في نفسك، خليك على طبيعتك خالص، والناس تتقبلك بطبيعتك. انت ربنا خلقك حلوه، احنا اللي بنوحش في نفسنا. انا ما بهزرش، انا كنت في الجامعه مش عايز اقول لكم، كنت بحط مكياج كتير جدا وكحل بقى ايلاينر، بص بقى ايه بعمل افراح، وانسى طبعا بعد المحاضره انسى اعمل كده اهو، انا مش عايزه اقول لكم ايه اللي بيحصل، كوره كده اهو هنا، بصوا مفيش حاجه كوره كده اهو
كأنه حد مديني بنية. بنسى انا احط مكياج، انا احط مكياج علشان ابقى حلوة يعني، ولبست لبس مش لبسي، اخترت بقى حاجات كده ايه يعني. صحابي قالوا لي هاتي ده بقى هيبقى شكلك حلو قوي وهتحلوي والكلام ده. وسلام بقى لما كان حد يجي يقول لي ايه وانا صغيرة، انت رفيعة قوي البسي حاجة تنفخك. فانا كنت بلبس بقى اي حاجات يعني فرح. لما كبرت بقيت ابص على الصور بقول ايه الهبل ده، ما انا ممكن البس حاجة تظبط جسمي بس مش بس بس على شخصيتي. برضو في حاجة برضو المشي، نسيت اتكلم عن المشي. المشي بقى انت المفروض تمشي فرده ظهرك، فرده ظهرك كده وامشي. لما تفردي ظهرك وتمشي هتحسي انت واثقه في نفسك قوي، بس ما تفرديش ظهرك بقى كده كانك ست قطاطه بقى ولا المعلم، لا يعني فرده ظهرك عادي كده. انا فرد ظهري اهو، تفردي ظهرك عادي كده هتحسي برده انت واثقه في نفسك. و مره تانية ما تسمعيش اراء الناس فيكي، ما تستنيش حد يقولك حاجه، خلي الحاجه كلها تبقى طالعه من جواكي. في برضو خطوه تانية المفروض نعملها عشان نبقى عندنا ثقه في النفس، تحمل المسؤوليه. الخطوه اللي انا قلتها ان انا بخلي واحده تجيب بدالي ساندوتش، لا خليك واثقه في نفسك وادخلي المحل وهاتي الساندوتش بتاعك بنفسك. ما بتفهميش انجليزي او مش فاهمه مثلا الكلام اللي بيقوله، بالذات بقى في ماكدونالدز والكلام ده. انا اول ما كنت صغيره مثلا واحد يخش يقول لي ايه، مع ان انا عارفه انجليزي واخده كورسات وكل حاجه، بس انا بتوتر، بيجيلي توتر، بحس ان انا ودني اتقفلت وانا مش سامعه حاجه ومتوتره، ببص على اللي حواليا ولا ببص على بقى ايه اللاين اللي ورايا ان انا ايه عايزه اخلص بسرعه، فمش فاهمه حاجه. انا مش فاهمه حاجه، فكنت بجيب مثلا خطيبي تعالوا النبي قول لي انا هم بيقولوا ايه انا مش سامعه، او اجيب اي حد من صحابي تعالى قول إيه اسمع انا مش عارفه حاجه، عشان انا اصلا ما سمعتش. انا ودني مشدوده وعندي توتر عصبي وعدم ثقه في النفس. وبعد كده لما انا قررت ان ابقى عندي ثقه في نفسي دخلت المحل، ولما بيقول لي تطلبي كذا 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 قلت له عايزه ايس كريم بسكوته بالفانيليا، وجابها لي عادي. احنا نتكلم عادي، اتكلمي بشخصيتك، مفيش حاجه اسمها ان احنا نمثل على بعض نهائي. انا متعلمه وكل حاجه بس هقول العادي. في الاخر خلاص اصلا عرفت ان هو اسمه كونو، يعني قولوا انا عايزه كونو عادي. هما بيقولوا حتى لو انت طلبت الايس كريم هيخش جوه هقول له هات كونو يا احمد، هيلاقي كونو جاي لك ويدولك، فعادي يعني مش فارق. بعد كده انت عندك نقطة مهمة قوي، وهي ان انت متقلديش حد. كل واحد ليه شكله، كل واحد ليه طريقة كلامه، كل واحد ليه تربيته، كل واحد ليه السكن اللي ساكن فيه، كل واحد ليه كل حاجة. انا زمان كده الناس بتقعد تتريق على طريقة كلامي، طبعا هي طريقة كلامي دي ده بقى نزل برضو تحت بند التنمر. طريقة كلامي دي نبع ان انا اصلا مكنتش مولودة في مصر، فكنت بتكلم لغه عربيه مع وماما بقى بتعلمنا في كل حاجه، احنا دخلنا مدرسه على طول، فاللهجه بتاعتي ما كانتش مظبوطه. انا واخويا نفس الكلام، بس هي الناس بقى ايه ما بيفهموش، هو اي كلام مع سلام وتنمر تنمر تنمر وخلاص. اوكي يعني نهار ابيض على كميه استدعاء ولي الامر اللي كان بيجينا، كانت ماما ممكن تبات في المدرسه من كتر ما هي بتجينا كل يوم انا واخويا. ليه؟ لان الناس بتتريق علينا فما عندناش ثقه في نفسنا. بعد كده لما انا كبرت وبقيت واثقه في نفسي لما حد يجي يقول لي انت بتتكلمي مثلا كده ليه؟ اقول لهم علشان انا مش مولوده في مصر وكنت بتكلم وبتعلم لغه، فعشان كده لغتي عامله كده. بطلع له مبرر ليه؟ علشان يفهم، مع ان ممكن ما ردش عليه اصلا، اقول له انت مالك؟ خليك في لغتك انت وفي لغه اهلك انت، مالكش دعوه بيا. ماشي؟ بس كنت بيطلع مبرر كده اللي هو ايه يعني مره كده وخلاص عشان يحترم نفسه ويسكت او تسكت. بصوا بعد كده انا لما الناس كنت تتنمر عليا في طريقه الكلام كنت بقى ايه عايزه اقلد بقى الناس، كنت بقعد اتكلم بقى ايه عارفين بقى انا عايزه اتكلم بقى انجليزي وادخله على عربي واقول لهم جود وهاي وباي والكلام ده. طبعا الكلام ده بقى ايه في سن ثانوي وجامعه بقى شغال معايا، ما مش بتكلم بطريقته خالص يعني. لو ماما شافتني كانت هتهفتني قلمان على وشي تقول انت بتعملي ايه اصلا. وبعد كده اكتشفت ان انا ليه اتكلم بطريقه غير طريقتي، انا ما اخلي نفسي ليا هويه، واللي يتقبلني تقبلني، اللي ما يتقبلنيش باي باي. يعني انا اعمل لك ايه؟ انا مش همسك طول الوقت، انا لما اجي امسك طول الوقت ما بقدرش اخد نفسي وبيجي لي ضيق تنفس على ايه؟ طيب انا عايزه اريح نفسي، مش عايزه اريحك انت، عايزه اريح نفسي انا. فاتعلمت ان انا اتكلم بطريقتي. تتكلم كده بطريقتك الناس هتحبك، والله الناس هتحبك. ما تتميصيش وانت مش ميصه، ما تقولش انا عايزه اكل شوكولاته وانت اصلا بتاكل فسيخ في البيت. قولي انا باكل فسيخ وبحب الفسيخ، ملهاش انا بحب الفسيخ وباكل فسيخ، انا بحب اي حاجه وباكل اي حاجه، محدش ليه دعوه انا باكل ايه. عارفين الناس يقول ايه كل البس اللي يعجبك، البس اللي يعجب الناس، كل اللي يعجبك البس اللي يعجب الناس. المثل ده برضه غلط، انت لو ما بتعملش حاجه حرام وما بتعملش حاجه عيب اعملي اللي انت عايزاه، بس الحاجه تكون لايقه عليك وانت عارفه ان هي لايقه عليكي.
ما تقلديش حد، عشان لو قلدت حد مش هتطلعي انتي، هتطلعي حد تاني وهتزهقي وهتحسي ان انتي رجعتي للصفر تاني. شوفي انتي بتحبي ايه، دوري انتي بتحبي ايه، شوفي انتي بتفرحي من ايه، شوفي انتي بتفرحي لما بتتفرجي على ايه، بتسمعي ايه، بتلبسي ايه. ما بتحبيش الكعب العالي ما تلبسيش كعب عالي، البسي كوتشي. انت ما بتحبيش الكوتشي وبتحبي الكعب العالي البسي كعب عالي. اعملي اللي يريحك مش اللي يريح الناس خالص. الناس كده كده ما بيعجبهاش العجب ولا الصيام في رجب. شوفوا بقى انا جبتها لكم من الاخر اهو، ما حدش بيعجبه حاجه. انا في ناس بتحبني ومتفقه عليا، وفي ناس بتكرهني قوي ما بيحبونيش بجد وعادي. انا مش زعلانه ولا مش زعلانه منهم اصلا، عشان ما فيش حد بيتفق على شخص واحد. انا لو العالم كله اتفق عليا يبقى انا بدفع رشوه بقى، بدفع بقى رشوه للناس كلها عشان تحبني. لا، خليكي نفسك عشان تبقى واثقه في نفسك، عشان ما يجيلكيش اكتئاب وتتعبي. اسمعي كلام الناس اللي بتحبك بس، ما تسمعيش كلام سلبي. يعني ما تحسي، يعني لو لقيتي ناس كتيره بتتكلم مثلا انت كنت لابسه طقم حلو وعاجبك، واحده تقول لك ده وحش قوي، ما تصدقيهاش. امشي بيه، طالما انت واثقه في نفسك بيه امشي بيه. هتلاقيها بعدها بيومين راحت تجيب نفس الطقم عشان تلبسه عادي، ده بيحصل. فهي دي حلول عدم الثقه في النفس. هنتكلم بقى في نقطه، لو انا شايفه حد مش واثق في نفسه قدامي ممكن اساعده ازاي. يعني ممكن نقول كلمه حلوه للناس اللي هي محتاجين الكلمه الحلوه، لكن اللي مش محتاج ما تقولوش، عشان ايه؟ يعني انت مش احسن منه في حاجه. لو حسيت ان في حد محتاج حاجه والواحد ده كويس ونضيف من جواه، ساعده، ساعده بالكلام. يعني الكلمه الطيبه صدقه، يعني حاجه حلوه. ما تاذيش الناس بالكلام السلبي. تعالى بقى نتكلم في الناس اللي واثقه في نفسها زاد عن اللزوم، اللي هي بتصوت اللي جنبيها، اللي هو ايه، داخلين مثلا مسابقه، واحده واثقه في نفسها مثلا اللي هي تقول انا محدش يعرف يجي جنبي. انتوا عارفين دلوقتي حصل ايه؟ اللمبه فتحت وقفلت لوحديها. ده معناه ايه بقى؟ انا واثقه في نفسي، انا مش هخاف. بصوا، الثقه في النفس زياده عن اللزوم دي حاجه وحشه. ان انت تلغي شخصيه اللي جنبك عشان انت واثقه في كل قراراتك، وان انت واثقه في نفسك في كل حاجه، وان انت اجمد واحده واحلى واحده، دي حاجه وحشه. دي ما اسمهاش ثقه في النفس، دي اسمها تكبر. وبس كده الفيديو بتاعي خلص، رب يكون عجبك. وانا حكيت اللي حصل معايا بجد، وانا بنسبه كبيره بقيت واثقه في نفسي الحمد لله. علشان انا بقول مره تانية، انا لو مش واثقه في نفسي انا مش هطلع اتكلم قدامكم كده. وساعات بطلع لكم وانا عيانه قوي. يعني في فيديو انا طلعت فيه كانت عيني بتغمض من كتر التعب بتاعي، وكنت لازم اعمله عشان كان في حاجه معينه، في لبس عيد انا شارياه من منطقه معينه وعايزه الناس دي تلحق تشتريه. والحمد لله الناس استفادت، الحمد لله. فعادي، المفروض الناس تتقبلني بكل حاجه، مش لازم اطلع لكم مركبه رموش ومركبه حواجب ومركبه شفايف عشان يقولوا واو دي تحفه لا. يعني انا الناس لو تقبلتني كده بمنظري انا بحمد ربنا وبشكر ربنا. كل واحد ربنا خلق عنده موهبه، كل واحد ربنا خلقه عنده حاجه مميزه عن التاني، بس احنا لازم نكتشفها، لازم. ماشي، هو انا اكتشفت اللي عندي، او اكتشفت انا بحب التصوير قوي، اكتشفت ان انا ايه تاني، كفايه بحب التصوير. يعني لو انا رحت في اي حته لازم اصور الحته اللي انا فيها، بقول ذكريات، بحب اشيل الذكريات بتاعتي جدا، ببقى فرحان لو انا ما صورتش حاجه معينه كده عشان اشيلها ذكرى في دماغي، بتضايق، بحس ان فاتني كتير. بس كده الفيديو بتاعي خلص، هوبك استفدت منه، واحنا اخوات، وانا قلت النصيحه دي كاننا اخوات. وتابعوني في الفيديوهات الجايه، وبشكر الناس تانية على 2000 مشترك. ويلا باي باي.